هذا الإيمان بالله. ما يصح إلا أن تؤمن بهاي الأمور الأربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته. تبهتم؟ أما الإيمان بوجوده فهذا أمر مستقر في فطر الناس وعقولهم، ولا يخالف ذلك إلا مكابر على سبيل المكابرة. وأما الإيمان بالربوبية هو أن تؤمن بأن الله هو الرب الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، ويعبر عنه إيش؟ الإيمان بأفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في الخلق والملك والتدبير. وأما الإيمان بالألوهية أن تؤمن بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، وتقوم بعبادته ولا تشرك به شيئا. فالله هو الإله يعني المعبود بحق، وهذا معنى لا إله إلا الله. الإيمان بأسماء من الأسماء والصفات أي أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ولم يكن له كفوا أحد في أسمائه ولا في صفاته، يعني لا مثيل له، فتؤمن بها كلها كما جاءت في الكتاب والسنة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل فيما علمت تفصيله، ولا تحرفها، لا يجوز تحريفها، لأن تحريفها ينافي الإيمان بها، فضلا أن تعطلها وتنكرها، لأن إنكارها وتعطيلها عن معانيها هذا ليس بإيمان بها. ولا تعتقد أنها تماثل المخلوقين، لأن الله ليس كمثل شيء، ولا كفء له ولا ند له ولا شريك له. هكذا يكون الإيمان بالله عز وجل: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. واضح؟